السلام عليكم أخويا. إفادة الخبر بالمختصر المفيد. دابا حيت راجلي تظلم هو ولوسي، تظلموا تحكموا نهار الأربع بعشرين عام الواحد عشرين عشرين عشرين. لوسي واحد ضرب، ولكن هاد السيد اللي تضرب راه هو السيد ما غاديش نشكرولك، ما خلاش من حقه قبل. هاو واد شي جناوة هادو كان هزهم قبل على راجلي. شو شنو دار لي؟ شو شنو دار لي؟ هاد الشي تدابزو قبل بالسبت، ما كان لا لوسي بادر ولا يونس، يعني جاو تحاماو على راجلي انا من مورا على غد الليل. لوسي مشاليه على اساس غير يهضروا، شيطان كيحضر ضربو، مشى للدار وجاب جنويه وضربو، حطها عليه في عنقه وضربو في يده. شي ضربو في عنقه حيت حتى السبيطار ما تيديرش محاوله القتل. الطبيب اللي دوز عنده هشام ما تيقولش بان كاينه محاوله القتل، ولكن داري لهم محاوله القتل، ديري لهم محاوله القتل مع سابق الاصرار والترصد. مابقيتش قادره نهضر، ومن هادشي كله انا كنطلب باش تبان البراءه ديال لوسي وديال راجلي، كنطلب من البراءه ديالو. هادشي اللي كنطلب من حتى شي حاجه، انا كنطلب غير براءتهم وكلشي بالدلائل، كلشي. هاد السيد اللي جاي هاز بجناوه علاش ما يتحاسبش هو وخوه؟ حيت قال لي خوه انا عندي اللي واقف معايا وغيدوزو عشرين عام الواحد، يعني قالها هو قبل ما تطبق. وانا كاع ما كنت متيقة، تنقول انا القانون نزيه ما غاديش يظلمني. واش كاين شي واحد كيحكم قبل الرئيس؟ هو راه حكم قبل الرئيس، تيقول بان غادي تعطاوهم عشرين عام الواحد. قال لي انا واقف معايا شي حد، واخا تجيبي كميو ديال الشهود. الا كان القانون بحال هكا الله اعلم، ديري لراجلي عازب. الضابطه القضائيه دايره لي عازب، وهاد الحاله المدنيه ديال من ها هو عماد، هاد الحاله المدنيه ديال من ديال من هادي، وها فيها الولاد. هادشي كله دافع انا المحامي ودفعوه للرئيس. هالعقد الزواج وعنده ثلاثه الولاد من المراه الاولى، وانا جوج وليدات مطلق. كيفاش هاد الناس حكموا عليهم بعشرين عام وعندي الدلائل وسيديات وديوات بان راه ما كانش حاضر، كان في الجنازه ديال خالو بصوته كيقول لي انا ما قلتش عماد ضارب، ما قلتش عماد ضارب. هادشي كله حيدوه، عندي تسجيل هز الجناوه كيدير بهم بحال هكا فيديو كيلعب بالجناوه، وقال لك دوك جناوه ديال الدراري، يعني فمو عنده يقول فيه اللي بغا. ولكن القانون خصو يكون دماغ، ما غاديش يتيقوا ولا تيقوا اللي بغاو. واش كاين شي واحد هاز جناوه ماشي شادهم كيلعب بيهم؟ والجناوه قال لك ديال يونس وعماد وبادر، ومنين شافوا البوليس والناس كيغوتوا لاحوهم، وهو غادي بيهم للبركاسه، هزهم هو وخوه باش يلوحوهم في البركاسه. اخويا غا خلي الجناوه مليوحين، ياك ديالهم خليهم مليوحين، فيهم بصماتهم، خلي تيجي المخزن ويهزوهم. المخزن عارف شنو غيدير، غير من البصمات ديال الجنويه غيعرفوا ديال من. على هاد الناس ما عندهمش لاكارت ناسيونال، مهجولين الهويه، كيتعرف راه كلشي. حنا ماشي مكلخين ما قارينش باش ما غنعرفوش، راه ما كتهضر معاك واحد السيده ماشي اميه اللي ما غنعرفش، واخا ما قاريش القانون راني فاهمه. ماشي يحكم، راه ماشي خصو يحكم، راه خصو يدير البراءه ديال جوج الناس. انا كنطلب بالبراءه ماشي بالتخفيف، بالبراءة. علاش؟ حيت ما حاضرينش.
كون كانوا حاضرين يزيدوهم حتى 20 عام اخرى، كان ما حاضرينش حقا جاو هما ماشي ما جاوش. هاد يونس وعماد جاو رجاو، ولكن منين جاو راه ما كان لا هشام اللي تضرب ولا بدر اللي ضرب. بدر ضرب وهرب، وهشام هز خوه داه في الطوموبيل. هادشي اللي قالوا الشهود اللي كانوا حاضرين، والشهود ما واش الشهود ما بقاوش كيستمعوا ليهم؟ والشهود ما بحال دابا صافي، انا دابا خرجت للزنقه غنحط باطل على شي وحده ونصيفطها للحبس عادي. انا بغيت غير نعرف هاد هشام اللي تضرب راه ماشي مات. الناس يسمعوا 20 عام يسحب ليهم مات، راه ما ماتش، راه ما ماتش. حيت الناس كيسمعوا 20 عام كيسحب ليهم مات، راه ما ميتش. وتعطات 20 عام 20 عام 20 عام لواحد، ديالاش 20 عام ديال ما كانوش واحد فيهم اللي ضارب. بغيت غنعرف انا غادي ديالاش انا لحد الان ما باقي كنقول لا هادشي غير كذوب. ديالاش 20 عام يجبدوا النفريد هاد الشهود كاع يكذبوهم، كذابه هاد الشهود. يجيبوا الكاميرات القهوه وغتبين لهم كلشي. كاميرات القهوه واش انا غنطلع كيقول لك الكاميرات دينا احنا؟ واش انا عباد الله غنخبي الدليل على راجلي باش يخرج؟ واش انا غنمشي ننتق الكاميرا ونهزها؟ واش كيقولوا شي حوايج ما كتدخلش للعقل، ما كتدخلش للعقل. واحد بعقله راه ما غاديش يتيق، عاد عساك الناس في القانون وغتدخل لهم هاد الهضره لراسهم. راه امي الا قلتي لي هاد الهضره راه غيفهم، امي الا قلتي لي هاد الهضره غيفهم. الناس ياك كيهضروا بالدلائل وبالوراق، ايوا ها هو كلشي قدامهم يديروا اللي بغاو صافي. الا كانوا هاد الناس حاضرين ودايرين يديهم طويله عليهم، ما يحكموش عليهم اسيدي ب 20. وخا القتل راه ما بقاش عليه 20، انا كنشوف الناس تقتلوا وحكموا ب 20 ولا 15 ودازوا في الاستئناف وخرجوا. انا حيت ما عنديش اللي يوقف معايا، عندي الله. داروا اللي بغاو، قالوا هاد السيده غنعطيوها الراجل 20 عام وغتسكت. انا ما غنسكتش، انا ما كنسب حد، ما كنشتم حد، ما كنعاير حد. انا غير بغيت حق راجلي ولادي يبان. ولو وصلني ما كانش، ما حتى اللي كان راه كيعترف بان ضرب، اعترف قدام الضابطه القضائيه، اعترف قدام قاضي التحقيق، اعترف قدام الرئيس وقال لهم خوتي ما كانوش انا اللي ضربت. انا بغيت غنعرف هاد السيد اللي هشام اللي هو مضروب كيفاش ادى القسم، ادى القسم وكينعس وكيقول هاد الناس تعداو عليا. بغيت غنعرف نفريد انت بغيتي تغرق هاد الناس، واش ما كاينش الله؟ ما خفتيش حتى من سيدي ربي اللي هو فوق منا كاملين؟ حتى من الله سبحانه وتعالى اللي فوق منا كاملين ما خفتيش منه؟ دفنتي داك الراجل حي حي، دفنتي على ولادو. وانا كان ما انا مازال كنأكد بان حق راجلي ما غاديش يضيع. ما يمكنش ربي سبحانه وتعالى يضيع حق راجل والناس كي الناس راه عارفينه. وشحال من واحد باغي يهضر وخايف منه، شحال من واحد كيهضر باغي يهضر. الناس شهدوا الله يخلف عليهم اللي ما خافوش وعندهم ضمير، شهدوا قدام الرئيس وما خافوش. وكاينين الناس اللي عارفين عماد ويونس ما كانوش وما قادرينش يقولوها حيت خايفين على ولادهم. انا ماشي كنا نأنبهم، انا عادراهم حيت عندهم وليداتهم. حنا في حومه شعبيه، يقدر في اي لحظه يطيح عليك شي باطل في اي لحظه. وتانا دابا لا خرجت نقول فلان ضربني نصيفطو للحبس، علاش؟ حيت حاقده عليه. علاش؟ انا ما بقيتش عارفه واش اللي عنده شي سلطه ولا اللي عنده شي حد يوقف معاه يتحكموا ب 20 عام 20 عام 20 عام. انا عندي غير الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى غيوقف معايا. هادشي اللي كاين. كنتمنى من هاد الناس اللي كيشوفوني كاملين، لا من جيراني اللي عارفين وحاسين وبقيت فيهم وجاو واساوني بالصح ولكن ما قادرينش يبانوا، خايفين، عارفين وحاسين وخايفين. كنتمنى من هاد الناس كاملين
اللي كيشوفوا هذا الفيديو يحسوا بهضرتك ماشي من الناس غجيران، من المغرب كامل يقدروا يقولوا حتى هما ولادهم يقدروا غدا ولا بعد غدا تحط عليهم شي باطل، يحطوا راسهم في بلاصتي ويقولوا بصح ديك السيده راه كتقول اه، يقدر غدا ولا بعد غدا تحط عليا باطل ويمشي واحد بعشرين ولا بمؤبد كاع يقتل واحد ويدخل واحد. هادشي انا كنت كنشوفو في السوشيال ميديا، كنقول هادشي كاع ما كاين، هادشي وليت كنعيشو انا. ما والمشكله عندي سيدي بان هز في جناوه، عندي الضربه اللي جاو تعداو على راجلي، عندي شهود، والشهود غيكذبوا، ماشي واحد ماشي جوج ماشي ثلاثه. واش انا هاد الناس هادو كلهم غنجمعهم انا نقول لهم قولوا هادشي؟ والناس راه كيخافوا على ريوسهم، ما غيقدروش يشهدوا بشي حاجه ما كايناش. انا غتجي عندي شي وحده وتقول لي جي شهدي بشي حاجه ما شتاش، ما غنشهدش حقا، ما غنشهدش. ولكن هاد الشيء كاين راه شهدوا به، لا يعقل هادشي هكا. كاين الدلائل عندك ويتحكموا بعشرين عام. انا كنطلب اخويا من هادشي كله من الاخر، كنطلب بالبراءة ديالهم ليونس وراجلي عماد، كنطلب من البراءة ديالهم. وانا باقا كنقول يعني المخزن راه منصف، راه ماشي رئيس اللي حكم عليا كل شيء غادي يدمرني، لا كاينين الناس نزهاء وكاينين الناس اللي كيحقوا وكاينين الناس اللي نفسيتهم على البلاد وما كيبغيوش هادشي يدور. انا راه ما خرجت للصحافة تتظلمت، انا عامين وراجلي مشدود وما عمري ما دويت، تنقول ابتلاء غيبان الحق، ابتلاء غيبان الحق. القانون ما غيضيعنيش، ولكن باش يتحكم 20 عام ما يمكنش نسكت، ما يمكنش. كنوجه رساله لمحمد السادس الله ينصرو، ما غاديش يخليني، والحموشي عبد اللطيف الحموشي ما غيخلينيش، والداكي ما غيخلينيش. وكنطلب منهم كلهم يوقفوا معايا وغيشوفوا كل شيء في الوراق، كل شيء. والله يبي الحق اخويا، وحسبي الله ونعم الوكيل. هذه دار الباطل وكاينه دار الحق، غنتحاسبوا فيها كاملين. حق راجلي ما عمره ما غيضيع. وشكرا.